ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا لو انت بتشوف شخص لاول مره فبيحب يسالك، بيقولك سؤال: انت ريديوس يور سيلف، او بطريقه تانيه: بليز تيل مي اباوت يور سيلف. طبعا انت بتقف كده وبتتلبك وما بتبقاش عارف تتكلم وتقول اسمك ازاي وسنك وانت منين ودراستك وهل انت متخرج ولا ايه. كل الحاجات دي هنشرحها النهارده بتفاصيل بسيطه جدا، تقدر اللي انت من خلال الفيديو ده تعرف نفسك بكل بساطه، سواء اللي انت في مقابله شغل او سواء اللي انت قاعد مع اصحابك لاول مره. يلا نبدأ ازاي نعرف نفسنا مع اول شخص نشوفه. طبعا اول لما بتشوف اي حد في الشارع او في الطريق بتقول له اسمي كذا، فاسمي دي معناها my name is كذا، وتقول اسمك my name is كذا. يعني ممكن اقول my name is ياسمين، ماي نيم از محمد، ايا كان اسمك بتقول ماي نيم از، اسمي يكون كذا. طيب تمام. العمر بتقول اي ام، هنا بقى بتحط السن بتاعك 23 مثلا، 22، يعني 23 24 25، حاجة انت بتقدر اللي انت تحطها هنا. تمام. وبعدين بتقول years old، او ممكن على فكره دي عادي ممكن تشطبها ملهاش لازمه، بس بتقول اي ام كذا. طيب منين؟ عايز تقول مثلا انت من اي حته ومن كذا، فبتقول اي ام فروم، اسم الدوله. تقول انت منين، بتقول اي ام فروم اسم الدوله، وبعدين بتقول فروم عاصمه. يعني هنا مثلا ممكن احط ايجيبت، زي مثلا هنا، وبحط هنا مثلا كايرو هنا. فانت طبعا انت بتشوف انت منين بتحطها، وبتحطها يعني بتحط الدولة بعدين بتحط العاصمة، من كذا لكذا. تمام. دراستك، هل انت طالب ولا اتخرجت ولا انت لسه بتدرس، انت نظامك ايه؟ لو انت طالب هتقول I am student. ان، وتحط بقى بعد ان هنا بتحط انا اكون طالب في، هنا بقى بتحط بقى ايه الدراسة بتاعتك. طب لو انت اتخرجت فبتقول ازاي؟ في طريقتين ممكن تقول فيها، ممكن تقول I graduated، دي يعني انا اتخرجت في الماضي graduated. طب انا مش عارفه اقول الكلمه دي وصعبه، هتقول اي graduated، دي يعني انا اتخرجت. طب انا عايزه اقولها بس مش عارفه اقولها، عايزه اقولها بطريقه تانية، فاقول اي studied، اللي هي study، بس دي الماضي بنشيل الواي ونحط اي اي دي، فبتقول studied I studied in في، وكمان المكان اللي انت اتخرجت منه. دي كده بكل بساطة. طب عايزة اقول بقى المؤهلات بتاعتي، وعايزة اقول المهارات، وعايزة اقول اخواتي، هقولهم ازاي؟ انا هوايتي كذا وهواياتي كذا، فهتقول هوايتك هنا، انا مساعد بس السبورة عشان ما كفيتش، هتقول my hobbies مثلا، ممكن هنا بقى تقول ايه read books. to music، اي حاجة مثلا، اي حاجة بتقدر ان انت تقولها في الهوايات. طيب بقى المهارات بتاعتك، المهارات بتاعتك دي انا عايزه اقول مثلا انا عندي مهاره اللي انا بتكلم انجليش، انا عندي مهاره سباحه، انا عندي مهاره، هتقول مثلا اي هاف، انا لدي سكيلز، وتحط اي هاف سكيلز، وتحط
هنا بقى مثلا انت بتتكلم انجليزي، اي حاجة بتحطها هنا ماشي. طيب اخواتك عندك كم اخ وكم اخت؟ فهتقول مثلا I have a، معنى اللي هي الآ بتيجي كده قبل الحاجة معناها واحد بس. I have a brother and sister. Brother and sister. أنا لدي أخت وأخ واحد.